السلام عليكم ورحمة الله، أتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناتي سارة. اليوم إن شاء الله فيديو جديد وفلوق جديد كنتمنى يعجبكم. اليوم إن شاء الله غادي نبارطاجي معكم واحد الأمسية عملناها عند خالتي. دابا الوقت اللي خرجت فيه كان 6:30، مشيت جبرتها كدوجد الكوتي ميريندا، وغادي نوريكم بعض التفاصيل شوية ديال الطابلة كانت كدوجد في ميريندا، وغادي نشارك معكم العشاء ان شاء الله. كنتمنى يعجبكم الفيديو اليوم. كيف ما كتعرفوا من بعد الحجر الصحي كنا شحال ما خرجنا من الدار وقلنا نتجمعوا ونتلاقاو. خليكم مع الفيديو ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما وصلت جبرت كتوجد الكوتي، قلت نصور لكم بعض لقطات الكوتي او ميريندا. هنايا كتتسف ديك الخطا الملحه اللي كنت تبنت معكم في القناه او حريشه ملحين، كيجيو الصراحه لذادين ورائعين في المذاق. وهذه الحرشة السائلة اللي كتطيب أقل من 10 دقائق. بالنسبة لهاد الوصفات غادي نخلي لكم المقادير ديالهم في صندوق الوصف. من بعد ما وجدت كل شيء طلعنا من ميريندا في السطح، عند السطح مزيون فيه المحابق وفيه واحد مطيشة جلسة فيه صراحة غزالة. ديك النهار كانت الحرارة وبغينا نجلسوا في السطح باش كنتبردوا.
كيف ما كتشوفوا معايا انا قبيلتي ملي جيت جبرت وجدت الدجاج طيباتو وطيبت الشلاطه. دابا غادي تعمل لها مايس وغادي تعمل لها طون ومايونيزا والزيتون وغادي تعملها في الطبيصلات وغادي تدخلها للثلاجة تبرد باش تكون واجده في الطواسل ديالها. وهنا تتقشر شوية الخضرة باش ترفق بها داك الدجاج. هنايا شوية دجاجة مقطعة على شكل كيف ما كتشوفوا طولي شوية يكون اوفال ماشي مدور. وغادي تقطع بطاطا على شكل كبير حتى هي. بالنسبة للبطاطا وديك الجزر غادي تسلقهم في الماء. وبالنسبه للوبيا خضراء غادي تعملها تبخر. دابا غادي توجد واحد شويه الشارميلا اللي غادي تدرقات فيها وتشرمل ديك البطاطا والتحت واللوبيا. غادي تعمل شويه الماء عاد نص وغادي تحك شي حاجه الثومه وغتقسمها على ثلاثه يعني على البطاطا والجزر واللوبيا خضراء. بالنسبه للوبيا خضراء غادي تزيد لها شويه البصله محكوكه. صافي غادي تعمل ديك اللوبيا من بعد ما تبخرت وغادي تزيد شويه الملحه شويه الابزار شويه الكمون وزيت الزيتون وزيت المائده. غادي تعملها تشحر غير شويه وبالنسبه للبطاطا حتى هي غادي تعمل شويه الماء عاد نص شويه الثومه غادي تزيد لها الملح والابزار والكيمون وفي الاخر غادي تحك شوية الزعتر وغادي تسوطيها شوية. وبالنسبه لهذا الجزر كذلك غادي تعمل له ثومه ومعدنوس شويه الملحه وشويه الابزار والكمون وزيت الزيتون وزيت المائده غير شويه حتى هو يتشحر. بالنسبه للدجاج كما كتشوفوا معايا معمر بالشعريه الصينيه والتغميره غادي ندهنو بواحد الخلطه طاسه عملت شويه الزبده وغادي تعمل صوص صوجا وغادي تزيد الموطرد وغادي تزيد فلفل احمر وما غاديعملش الملح حيت الصوجا ملحه والموطرد ملحه.
صافي وغادي يدهن بهم داك الدجاج وغادي يدخلهم في الفران يتحمروا. وبالنسبه لداك التزيين ديال الدجاج باش تسوقوا بشويه البرقوق مع السل وغادي تفندوا في كيف ما كتشوفوا معايا في الزنجل الابيض. وعسلت حتى شويه المشمش وغادي تزوقوا بالكركاع. بالنسبه لداك المشمش كل حبه المشمش كتسكي عليها بيضه باش كيكبر الحجم ديالها كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو. بالنسبه لداك الكركاع كتغطسها بشويه داك السيرو يعني في داك العسل اللي تعسل فيه باش كتلصق الكركاعه. ودابا غادي تزين بشويه الطوماط سوغيز والبيض السمان والزيتون هاد بحال العويدات هما د اينوكس وتقدروا تعملوهم ديك العويدات اللي كيعملوهم في المملحات. كتوجد هاد الزواق كامل وهاد الفينيسيون كامل اللي غادي تزوق به الدجاج باش ما كيطيب الدجاج غير كتزوق يعني ما كتبقاش يدي الوقت ويبرد الدجاج.
Keşke şu dağlarda kar olsaydım olsaydım, bir asi rüzgar olsaydım olsaydım. Keşke şu dağlarda kar olsaydım olsaydım. وبالنسبة للتحلية عملت نفلون بالبيض، غادي تزوقو كريم شانتي، عملت ساشي كريم شانتي وزادت عليه كاس ونص الحليب يكون بارد. ما عملتش الحليب بزاف باش داك كريم شانتي كد تطلع وتطرب مزيان وتوقف. غادي تزيد لها شوية دنك هاد النعطة باش داك كريم شانتي تعطي واحد المذاق مزيان صافي. وغادي تعمل داك الكريمة في داك البوش كيفما كتشوفو، كتزوق بهاد الشكل هذا. فلان البيض كانت عملاتو في الصباح باش برد مزيان في التلاجة، زوقات بشوية الشهدية بشوية التفاح شوية حب الملوك وزادت شوية لبس الفيلي صافي. بعد ما وجدت التزيين ديالو كامل غادي عملاتو في التلاجة باش يبقى بارد. وغادي تكوز نطري الصاج بالدجاج. صافي من بعد ما سالت التزيين من داك الفلون عملاتو كيف ما قلت لكم في الثلاجة. دابا غادي تعمل التزيين ديال الدجاج صافي. هذا هو الشكل ديال الدجاج من بعد ما طابو في الفران كيتحمروا. غادي تزوقوا من داك الخضيرة اللي شفتو معايا في الفيديو، صوتيناها بشوية د العطرية وزيت الزيتون زيت المائدة. وغادي تزيد زيان بالبيض السمان اللي عملناه في ديك العويداد والطوماط سوغيز والزيتون. وغادي تعمل مشمش بالكركاع وبرقوق بالزنجلان بياض. بالنسبه لتغمير الدجاج عملتها في واحد الطبيسلات كما كتشوفوا معايا باش كيبقى واضح التزيين ديال الدجاج ما كيتغطاش الشكل ديالو. صافي وداك المشمش اللي شاط غادي تعملو في واحد الطبيصل باش اللي بغى يزيد ياكل. باش مبغيناش نزيدو نشارجيو الطبق
البربو خاطي تعمل الباتريسل هي مش كان اوفر من حجم تك البربو دابا غادي نسلو في الطبله الشلاطه من بعد ما بردات وغادي نزيدو شويه داك الخضيره اللي بقات لنا اللي رافقنا بها الدجاج مشماش البرقوق وطبعا الطبق الرئيسي للدجاج. وهذا هو الشكل النهائي للطبيلة اليوم. كيف ما شفتوا معايا صراحه جات رائعه، لا في الشكل ولا في المذاق، كانوا لذادين داك الدجاج معمرين بديك التغميره وحريورين. كنتمنى ان شاء الله حتى نتوما يكون عجبكم لا فيديو اليوم. بغيت نقول لها شكرا بزاف على التعب ديالك وعلى المجهود ديالك، الله يخليك لينا ويخلي لك صحيحتك. صراحه كانت امسيه لا حق وطريقه. كنتمنى ان شاء الله انتم يكون عجبكم لا فيديو اليوم. الا عجبكم الفيديوهات بحال هيدا خليو لي في التعاليق نبقى نبارطاجي معكم. صافي من بعد ما تعشينا طبعا حلينا بداك الفلون اللي وجدت لنا. انتم كنتو شفتوا الشكل النهائي ديالو. انا غادي نخليكم في الفيديو القادم ان شاء الله. وطبعا اللي جديده معايا في القناه تعجبوها الوصفات او عجبوها الفيديو ديالي ما تبخلش عليا بابوني وتضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. ثم الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموا لي جيم، ولا بغيتوا بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم الاحباب ديالكم. في الفيديو القادم ان شاء الله.